اختتمت فعاليات مهرجان صيف البحرين 2016 والذي جاء تحت عنوان صيف البحرين وجهتك، إذ بلغ عدد زوار المهرجان أكثر من 80,000 شخص من مختلف الأعمار والجنسيات على امتداد شهر كامل، وذلك بحضور معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار. بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وتواجد دبلوماسي رفيع المستوى، اختتمت اليوم فعاليات مهرجان صيف البحرين 2016 والذي جاء تحت شعار صيف البحرين وجهتك. وتضمن حفل الختام فقرات عديدة بدأت مع فرقة الشرطة الوطنية وتكريم السفارات المشاركة والداعمين للمهرجان وفرق العمل، وتلتها فقرة موسيقية لفرقة محمد بن فارس، كما قدمت الفائزة بلقب نجم نخول الطفلة ألينا الشكري مجموعة من الأغنيات. أجدد شكري وخالص تقديري لكل العاملين على نجاح هذا التجمع الجميل الصيفي الذي كرسته الثقافة منذ 2009 في نسخته الثامنة هنا في موقعه القريب من متحف البحرين الوطني ونا المسرح، كرس حضورا مهما، عدد الزوار تزايد، كنا كل عام ننتقل من قرية إلى أخرى نحاول أن ننقل الورش التعليمية والفرح والمعاني السامية. هذا العام هو بالتأكيد حضوره أكبر وعدد زواره أكبر، أعتقد في العام الماضي في سترة كان 60,000 عدد الحضور، في هذا العام أكثر من 80,000 وهو رقم جميل نتمنى أن يتضاعف في السنوات المقبلة. على مدار شهر كامل قدم المهرجان العديد من الأنشطة الفنية والموسيقية والتشكيلية والمسرحية وغيرها، وذلك بالتزامن مع احتفاء هيئة البحرين للثقافة والآثار بالمقومات الثقافية والحضارية البحرينية تحت شعار وجهتك البحرين. أمل المرزوق لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.